معركة جديدة يخوضها أهالي القدس في مواجهة سياسة التهويد الاحتلالية التي باتت تطال كل شيء في المدينة المقدسة، تهويد وصل إلى الرياضة تحت ما يسمى بماراثون القدس الدولي الذي تنظمه دولة الاحتلال، ويشارك فيه نحو 3000 جندي إسرائيلي. سيكون غدا إن شاء الله يوم الرد على الماراثون الإسرائيلي من المقدسيين، وسيتواجد كل الرياضيين الذين شاركوا بهذه الفعاليات بكثافة موجودون في المنطقة المزمع مرور الماراثون منها. لا لماراثون إسرائيل في عاصمة فلسطين المكونة من رجال دين مسيحيين وإسلاميين ومؤسسات رياضية دعت خلال مؤتمر لإلغاء الماراثون الذي من المقرر انطلاقه غدا. القدس ماراثون في القدس، حفلة مساخر في القدس، رقص وغناء وحفلات. وقداسة القدس أين هي؟ وحرمة القدس أين هي؟ وقدسية القدس أين هي؟ مفتي القدس أكد أن الماراثون جزء من ممارسات الاحتلال التهويدية، ويهدف لتسويق المدينة المقدسة في العالم على أنها مدينة إسرائيلية موحدة. نرفض رفضا قاطعا هذا المسير الرياضي أو الماراثون الرياضي، ونقول لكل العالم أن هذا مظهر من مظاهر تكريس الاحتلال في المدينة المقدسة، وهو مرفوض طبعا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وعالميا ومسيحيا. يقول المشاركون في المؤتمر أن الماراثون يأتي في إطار خطة ممنهجة لتهويد القدس عبر وسيلة تبدو للعالم ناعمة، وتمرير ذلك للعالم من خلال ماراثونها الرياضي. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن.